أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، سوف نتحدث سويا عن لا النافية للجنس. لا النافية للجنس تفيد نفي خبرها عن جنس اسمها، بمعنى أنه إذا قلنا لا طالب علم مقصر فإننا نفيد نفي التقصير عن كل طالب علم. عندما نقول لا رجل في الحقل فإننا ننفي وجود جنس الرجال كليا في الحقل. انتبه، لا تلعب الكرة هنا لا ناهية جازمة للفعل المضارع، لا أهمل دروسي هنا لا نافية للجملة الفعلية، لا لم أفعل ذلك هنا لا نافية لإجابة سؤال، فليس كل لا نافية للجنس. عمل لا النافية للجنس، تدخل لا النافية للجنس على الجملة الإسمية وتعمل عمل إن وأخواته، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، ولكن بشروط. شروط عمل لا النافية للجنس: أن يكون اسمها وخبرها المفرد نكرتين، مثل لا شباب باقي، لا منافق محبوب، لا منافق محبوب. أما إذا جاء اسمها معرفة فتلغى ويجب تكرارها، وما بعدها يعرب مبتدأ. لا الشباب باقي ولا الجمال، لا الغنى مرتاح ولا الفقير مرتاح، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح. كل الكلمات الملونة تعرب مبتدأ. 2، ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، مثل لا ماء في البيت ولا زاد. أما إذا فصل بينهما بفاصل ألغي عملها ووجب تكرارها، مثل لا في البيت ماء ولا زاد. في البيت شبه جملة خبر مقدم، زاد مبتدأ مؤخر. ألا تسبق بحرف جر الباء من المنافق لا ضمير له، فإن سبقت بحرف جر فإن عملها يلغى ويعرب الاسم بعدها اسم مجرور المنافق بلا ضمير. عاقبت المهملة بلا رحمة، خلق الله الكون من لا شيء. طبعا الكلمات كلها الملونة هنا تعرب اسم مجرور. أنواع اسم لا النافية للجنس: رقم 1، أن يكون اسمها مضافا لنكرة ولا ينون وتحذف نون المثنى، تحذف نون مين؟ المثنى، مثل يأتي بعده مضاف إليه نكرة فقط، ويجب أن يكون معربا يعني منصوب. لا رجل سوء محبوب، لا رجل سوء محبوب، أن يكون اسمها مضافا لنكرة. لا رجلي سوء محبوبان، لا مهملي واجب ناجحون، لا مهملي واجب ناجحون، لا مهملاتي واجب ناجحات. أن يكون شبيها بالمضاف، أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء يتمم معناه. الشبيه بالمضاف ينون ولا تحذف نون المثنى وجمع المذكر عند الإضافة، ويكون معربا منصوبا، ويكون معربا منصوب. لا بائعا دينه بدنياه رابح، لا كريما خلقه مهان. لا نافية للجنس، حرف مبني على السكون. كريما اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة. لا مذموما خلقه بيننا، مذموما اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة. لاحظ وركز وافهم كي تفرق بين اسم لا المضاف والشبيه بالمضاف: لا زائد اسمها زائد كلمة نكرة خبر لا، يكون اسم لا مضاف لنكرة، لا رجل خير أحمق. لا زائد جر ومجرور خبرا لا،
يكون اسم لا شبيه بالمضاف، لا رجلا للخير أحمق. أيضا أيضا يكون اسم لا نافية الجنس مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، ويبنى على ما ينصب به، ويبنى على ما ينصب به، مثل لا طالب مهمل، ولا طالبين مهملان، ولا معلمين مهملون. طريقة أخرى التفريق بين الاسم، اسم لا المضاف والشبيه بالمضاف، إذا كان اسم لا كلمة مفردة وغير منونة فاسم لا مضاف، أما إذا كان منونا فاسم لا شبيه بالمضاف. تمام. تحدثنا طبعا عن أن يكون مفردا ويبنى على ما ينصب به. لا رجل في الدار، رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، لا رجال. تمام. ملاحظات: يجوز حذف خبر لا النافية للجنس إذا فهم من السياق الامتحان سهل لا شك، لا شك في ذلك. يمكن دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس: ألا ضيف جالس معك؟ لا العاملة يجوز تكرارها: لا عمل ولا جهد ضائع عند الخال. المثال السابق خبر لا الأولى محذوف يدل عليه خبر لا الثانية. وقد يحذف اسم لا إذا فهم من الكلام: لا نقف عليك والتقدير لا بأس عليك، لا عليك، لا أو لا حرج عليك. ستة الكلمات: لا جدال، لا شك، لا ريب، لا نقاش، لا مفر، لا بد، لا بأس، لا محالة. تعرب دائما اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، نوع اسم لا فيما سبق موفر. إعراب لا سيما وما بعدها: قدر المصريين ولا سيما الوطن. لا نافية للجنس حرف مبني على السكون، سي اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة لأنه مضاف، ما مضاف إليه، الوطن خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، وهذا هو الرأي الأرجح. إعراب ما بعدها: ما بعد لا سيما إذا كان نكرة يعرب تمييز. احترم الطلاب لا سيما طالبا مجتهدا، طالبا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، أما إذا كان معرفة فيجوز أن يكون مبتدأ مؤخر. هذا لو احنا بصينا برضو هنا هو أنواع خبر لا ترتيب كده في الجدول الصغير دوت: لا منافقين صادقون، ده خبر مفرد لا مستكبرا، على العباد محبوب مفرد الجملة، لا صادق هو ممقوت، لا شبيه المضاف لا ساخرا من الأخبار، لا مصيبة بعد اليوم، لا سائق هو ممقوت، أموات ينفعون الناس. طبعا ده جدول مطلوب منك أن تستخرج لا النافية للجنس وتميزها عن باقي أنواع لا. إذا أردت هذا التدريب أن تحدد اسم لا وخبرها، تحدد نوع اسم لا ونوع خبرها، تعرب اسم لا وخبر. هذه هي الأمثلة أمامك: اسم لا نوع، خبرها ونوعه، وإعراب لا. هذا والله أعلى وأعلم.